بعد 12 شهرا من نصب الخيام في ساحة التحرير، ها هي اليوم ترفع الرسالة الإصلاحية للتظاهرات، وصلت بكل حيثياتها في فترة تعلق جميع الآمال على حكومة الكاظم، عسى أن تكون هي مفتاح الحل. مبادرة جيدة، ولاحظ أنه سائر المتظاهرين قد وصلت إلى الحكومة، وهي للاستجابة لمتطلباتهم، وهم في أي لحظة يمكن إعادة المظاهرات من جديد. واحنا الان فرحنا لما شفنا النفق والامور رجعت، اصحاب المحلات اللي ارزاقهم فتره قد توقفت، والمتظاهرين اعلم باصحاب المحلات وهم ارحم بهم، ولهذا احنا نشكر هذه المبادره ونطالب ونصر عنه الاستجابه لمطالب المتظاهرين التي هي حق واجب. اصحاب المحال التجاريه في منطقه الباب الشرقي والسنك رحبوا بالتنسيق المثمر بين الحكومه والجهه التنظيميه لتظاهرات تشرين، والتي أثمرت عنها فتح الطرق أمام حركة المواطنين وإعادة الحياة إلى طبيعتها. يعني أنا كوني كصاحب محل يعني فكرة يعني حلوة، يعني أنا رزقي انقطع، لأن تعرف أنت العالم ما تقدر تفوت لنا، وأكثر شيء العالم يعني الزبائن مالتنا كلها السيارات، حتى دراجات، حتى دراجها ما يقدر يفوت، لأن منعوا الدراجات ومنعوا السيارات أن تفوت لا للنفق ولا أي شيء، بس من فتحوا النفق شوية صارت حركة، بس من فتحوا السير الثاني لحد ساحة التحرير فرجع الأمور طبيعية، رجعت المحلات تفتح، رجعت المحل العالم توصل المحلات، رجع شوية الشغل حلو جيد، مو مثل قبل كان ما حد يقدر يوصل لنا. مباشرة أمانة بغداد فتح الشوارع ومباشرة بالتنظيف، لحد الآن كل البلديات اللي يعني تواكبت لهذا المكان بس بتنظيف الشوارع وغسل الشوارع ورفع النفايات ورفع صبات الكونكريتية. حينما ترفع الصور لا يخفى المضمون، فليس في رفع الخيام انتهاكا لحراك تشرين الشعبي، إنما هو تفهم لمعطيات الأحداث في الفترة الحالية. بعد سنة كاملة من الاحتجاجات والاعتصامات في ساحة التحرير رفعت الخيام، لكن المطالب لم تهن. تنسيق مشترك بين الحكومة والجهات التنظيمية للتظاهرات لإعادة الحياة إلى طبيعتها في ساحة التحرير والمناطق المحيطة بها. من بغداد، محمد فراس، قناة تغيير.